Et ces deux essais, ils avaient démontré qu'on peut utiliser les inhibiteurs de PARP à une phase. هذه الدورة الرابعة للجمعية، وقد عقدت اليوم على مستوى الجهة كلها وكذا على مستوى المغرب كامل، مع حضور ضيوف أجانب من الهند. الدورة ستمتد على يومين، سيكون هناك جانب قسم نظري وقسم سيكون فيه الجراحة، مع تواصل بين المقر المؤتمر وقاعة العمليات. في هذا المساء تم معالجة موضوع جراحة سرطان المسالك البولية والعلاجات الحديثة، وبعدها سيتم استعراض التجربة الهندية في جراحة العضو الذكري وفي جراحة الإحليل لكل المستجدات. مع طبعا سنستفيد من التجربة الهندية الكبيرة والعميقة في هذا الموضوع. وفي الغد سيكون هناك عمليات من مباشرة سيتم نقلها من قاعة العمليات إلى مقر المؤتمر، وستكون هناك 5 عمليات تعالج تضيقات الإحليل والانحناءات الذكرية، وكذلك وضع الدعامات في موضوع الضعف الجنسي. هذه عملية لمريض عنده تضيق في الإحليل، أجريت بالتعاون مع فريق من الهند برئاسة الدكتور سانجاي كولكرني الذي هو رئيس جمعية المسالك البولية بالهند وأحد الخبراء في هذا النوع من الجراحة. تم أخذ الغشاء المخاطي للفم وترقيع التضيقات الموجودة بالإحليل عند هذا المريض الذي كان يعاني منذ 10 سنين من هذه المرض. Thank you.